الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط في العراق أن حجم الصادرات النفطية خلال شهر تشرين الأول بلغت 110 ملايين برميل بإيرادات وصلت إلى 9 مليارات و600 مليون دينار. وأوضحت الوزارة أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي من النفط الخام بلغت 109 ملايين و545 ألفا و589 برميلا بإيرادات تجاوزت 9 مليارات دولار. كشف خبراء اقتصاديون أن حكومة السودان والبنك المركزي لم يقوما إلى الآن بمحاربة شركات تهريب الدولار خارج العراق. وقال الخبراء إن بطاقات نيو ويبلو وزين كاش هي إحدى وسائل التحايل لتهريب الدولار التي لجأ إليها المضاربون لتهريب الدولار. وأكدوا أن هذه الشركات يقوم عليها أشخاص متنفذون لهم سطوة في الحكومة والبنك المركزي، ولذلك يتم التغاضي عنهم ليقوموا بما يريدون. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط تهريب حاويتي أدوية في ميناء أم قصر الأوسط. وقال بيان للهيئة إن فريقها في ميناء أم قصر الأوسط ضبط ثلاث حاويات حجم 40 قدما، حيث تبين من خلال الكشف تبين وجود حاويتين تحتويان على أدوية بشرية متنوعة، معدتين للتهريب مخبأتين خلف مصابيح كهربائية، مضيفة أن الحاوية الثالثة تحتوي على أجهزة استنساخ مختلفة الأحجام مستعملة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر أيلول الماضي. وقالت هيئة الإحصاء إن صادرات تركيا لشهر أيلول بلغت 22 ملياراً و490 مليون دولار، وبلغت نسبة العراق منها ملياراً و196 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيس للصادرات التركية بمليار و746 مليون دولار. أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية تراجع صادرات الحبوب إلى 9 ملايين و240 ألف طن في الموسم التسويقي لعام 2023 و2024، وهذا ولم تقدم الوزارة بيانات مقارنة مباشرة، لكنها قالت إن أوكرانيا صدرت حتى الثاني من شهر تشرين الثاني في العام الماضي 13 مليون و380 ألف طن من الحبوب. وبينما لم توضح الوزارة أسباب الانخفاض، رجعه تجار واتحاد مزارعين إلى إغلاق موانئ البحر الأسود الأوكرانية والهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية المطلة على نهر الدانوب. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.